فاكرين تحضر للأخضر أو اتحضر للأخضر؟ وهنا دي جملة ليها أكتر من منطوق، يعني تقدر تعتبرها تحضر جاية من الحضارة، فالذهاب إلى الأخضر هو جزء من التحضر. وتحضر أي استعد، مبادرة مصرية للتعامل مع تغيرات المناخ، خطر الانبعاثات الحرارية اللي بيضرب هذا الكوكب الأزرق، ونتمنى أنه يظل أزرق. هستأذنكم، عندنا تقدر تشوف زي فيديو تصور احنا ممكن يحصل لنا ايه لو أزمة المناخ تفاقمت وتطورت إلى الأسوأ. تخيل عيشتنا هتبقى عاملة ازاي. شوف ده مش طبيعي. صباح الخير. صباح الخير يا عم ميلاد. وده مش طبيعي. ايوه البلالين، ايوه غزل البنات يا استاذ. مش طبيعي. ودي بقى اسمها مانجا. واو، جبتوا اكلها قبل كده؟ وده مش طبيعي. كل ده ما بقاش بعيد انه يحصل بسبب تغير المناخ. بس الاول، ايه هو تغير المناخ؟ ببساطة، تغير المناخ هو إن درجة الحرارة بتزيد قوي وتقل قوي من كتر الانبعاثات اللي طلعت نتيجة تصرفنا الغلط على الكوكب، واللي بيغير درجات الحرارة في الفصول المختلفة، وارتفاع منسوب المية، حتى التربة نشفت وأكلات بنحبها بتختفي. بس مصر ابتدت تواجه تغير المناخ بمشروعاتها وإنجازاتها اللي بتحافظ على البيئة، منها محطات الطاقة الشمسية، وسائل النقل اللي بتقلل الانبعاثات. بدأنا ندور المخلفات ومعالجة المية علشان نعيد استخدامها، وطرق تانية كتير. دلوقتي جه دورك ترجع الطبيعة لطبيعتها. اتحضر للأخضر، مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي، حملة اتحضر للأخضر من وزارة البيئة. والسنة دي مصر بتستضيف الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ COP27. طيب، اتفرجتوا على الفيديو؟ على رأي عمرو زكريا مخرجنا الرائع والهمام، بس عمرو أخويا يعني من غير أوصاف كتير، قال لي فيديو حلو 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 ورائع. احنا معنا على تليفون دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. أهلا 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 يا دكتور. أهلا يا دكتور يوسف. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ عجبك الإعلام؟ جدا، عجبنا كلنا بصراحة. طب الحمد لله. والله بتكلم بجد. والله. لا والله حقيقي يا رب. انا عايز اعرف بقى، احنا اتحضر للاخضر ولا رجع الطبيعه لطبيعتها؟ بص، اتحضر للاخضر هي كانت بدايتها من سنتين دكتور يوسف، لما وجه فخامه رئيس الجمهوريه ان في دور للحكومه انها توعي المواطنين. ودايما كنت كل المداخلات وكل الاراء بتقول طب احنا بنشتغل على البيئه، والبيئه مش شرط من الرفاهيه بس، الناس مش حاسه بالبيئه، مش حاسه باهميتها. فكانت دي المبادره. مبادره رئيس الجمهوريه تحضر للاخضر تحتيها مجموعه من المبادرات اللي بتركز على موضوعات فنيه بعينها. يعني ايه؟ لما بدانا مبادره تحضر للاخضر كنا بنتكلم على كلام في العموم، البيئه مهمه في حياتنا، حافظ على مواردك الطبيعيه، البيئه متكونه من ميه، من هواء، من تربه وما الى اخره. وبعدين ابتدينا ننزل بكامبينز صغيره على موضوعات بعينها، زي لما ابتدانا الفكره بتاعه تدوير المخلفات الالكترونيه واللي تعاوننا فيها مع شركات الاتصالات، وسمينا الكامبين دي وقتها ايه تدوير، ايه جايه من كلمه الكترونيك الالكترونيات يعني. وبندي قسائم بالقفض للمواطنين وما الى اخره. وبعدين نزلنا بالمبادره، انت برضو اشتغلت معايا في القصه دي وبرضه عملت انترفيو، الحمله بتاعت اكو ايجيبت. أيوه. اللي كنا بنتكلم على المحميات الطبيعيه، كان ليا شرف. عندنا 13 مقصد سياحي، ومعناها ايه اكو ايجيبت وبنروج ليه. الثالثه بقى اللي هي رجع الطبيعه لطبيعتها، الاعلان اللي انت شفته ده احنا يمكن قعدنا 4 شهور نشتغل عليه، لان المصطلح بتاع تغير المناخ الحقيقه مصطلح تقيل. يعني هو طبعا معظم مصطلحات البيئه مصطلحات ثقيله، بس فكره تغير مناخ ان احنا ازاي نوصله
في أقل من دقيقة الناس إنها تشوفه بطريقة فيجوال وفي نفس الوقت يوصل لها ويبقى مرتبط بحياتها. عشان كده الاعلان طلع كده وسعيده الحقيقه حلو قوي. ان هو عجبكم يعني الحقيقة. لا بجد حلو حلو يعني. طب هنا 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 دكتور يعني احنا محتاجين ان الناس يرتفع جدا 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 معدل وعيها بخطورة التغيرات البيئية. عايزين نرفع وعي الناس قدر الإمكان بمسألة رجع الطبيعة لطبيعتها. إيه هي البرامج اللي بنشتغل عليها في الوزارة علشان نوصل لده؟ إحنا عندنا أربع أدوات الحقيقة وأربع برامج بنشتغل بيها. أول حاجة حملة إعلامية قوية. حلو. بتبدأ بإعلانات، نفس الإعلان ده هتلاقيه موجود دلوقتي على كل الشاشات الإلكترونية في الميادين العامة، مش فقط في التلفزيون أو ما بين المسلسلات، موجود على السوشيال ميديا. نمرة اتنين، الإعلان ده على فكرة ليه كذا جزء، يعني إحنا لو تلاحظ الرسالة اللي موجودة في الدقيقة دي هي بتحكي يعني إيه تغير مناخ وبتقول صح. الدولة عملت إيه. الإعلان اللي بعده، طب أنت دورك كمواطن إيه؟ طب الدور ده ازاي تقدر ان انت تنفذه لغايه ما نوصل بان مصر بتستضيف قمه المناخ، لان كانت الفكره برضو احنا ما كناش عايزين ننزل باعلان او حمله اعلاميه نقول للناس مصر بتستضيف تغير قمه تغير المناخ والناس مش فاهمه ايه تغير المناخ وايه علاقته بحياتهم، لانه بالنسبه لنا مش مجرد ايفنت عالمي وبننظمه وبنستضيفه، المساله اكبر من كده بكتير. بالضبط. فده كانت أول أداة حملة إعلامية. ثاني أداة حوار وطني، إن إحنا أطلقنا أول حوار وطني للمناخ في شهر إبريل الماضي، بنلف محافظات الجمهورية. هذا الحوار الوطني كان منقسم قسمين، القسم الأول التوعية، بننزل المحافظات وزي ما صوابعك مش زي بعضها، محافظات مش زي بعضها طبعا، والمشاكل مختلفة وتأثير تغير المناخ مختلف. ما ينفعش آجي على محافظة صناعية مثلا وفي انبعاثات، وده بنسميه في لغه تغير مناخ تخفيف، قارنها بمحافظه شاطئيه. انت فاهم انا الوضع مختلف تماما طبعا. اوكي، وده التكيف. فابتدينا نعمل التوعيه. الجزء الثاني من سبتمبر بقى من الحوار الوطني، طب انا وعيت وابتديت اشرح للناس محافظتهم عامله ايه وعلاقتها بتغير المناخ وده بيشوفوه ازاي في حياتهم، طب ابتدي بقى اسمع منهم الافكار واخد الاراء. وده برضو نصل بيه لقمة المناخ. ليه؟ عشان يوم لما تبقى قمة المناخ عندنا ما تبقاش شرم الشيخ بس هي المستضيفة، يبقى فيه المحافظات كلها فاهمة يعني ايه اللي احنا بنعمله في شرم الشيخ وعلاقته بحياتهم وليه هو مهم. اخر حاجة ودي مهمة جدا، معظم الدول اللي اشتغلت على استضافة قمة المناخ حصل تحول جذري في طريق بالذات الدول النامية في طريقة التفكير والمناخ الداعم وسلوك المواطنين لما المؤتمر ده جه عندنا. فإحنا لازم إن إحنا نستغل ده. أنت صح. بتتكلم على مؤتمر كبير جدا صح. وهناك فئة معينة شايفة أهميته دوليا ودور مصر الريادي في أفريقيا والمكاسب اللي ممكن ناخدها، لكن على مستوى المواطن العادي هو لازم ده يحدث تغيير عنده في شخصيته. عشان كده كان الإعلان واحنا عاملينه قعدنا نفكر فيه كتير جدا بالكرياتيفيتي اللي فيه، ان هو لازم يبقى شق، يعني لازم يجي لك خضه كده. يعني حتى في ناس لما كنا بنعمل تقييم للاعلان قبل ما ننزله، في ناس قالوا لي لا الا المانجا، محدش يقرب المانجا، المانجا كلنا بنحبها. انت فاهم انا هقول ايه؟ ايوه. فهي دي الفكره، ان احنا فعلا وجود هذا المؤتمر لدينا لازم يكون فيه نقله نوعيه لدى المجتمع المصري اللي احنا كنا هنعديه في 10 سنين، نحاول قدر المستطاع نعديه في السنه او السنه ونص اللي احنا رؤساء فيها لهذا المؤتمر. طيب بما ان احنا بنحضر بقى خلاص، ده نوفمبر ده يعني غالبا امبارح مش بكره ولا الشهر الجاي، خلاويص كده، احنا جاهزين مستعدين لكل حاجه؟ احنا مستعدين الحقيقه، وطبعا بيبقى فيه زي ما هذا المؤتمر كبير ولم يحدث في تاريخ مصر، ان بيبقى فيه دروس مستفاده، ممكن تلاقي تحديات، الموضوع مش بالسهوله دي، ولكن كلنا الحقيقه بنشتغل على ده. النهارده كنا انا والسيد رئيس المؤتمر وزير الخارجيه مع دوله رئيس الوزراء بنحكي الترتيبات اللوجستيه الاخيره وايه الحاجات اللي امامنا وفي قرارات محتاجين ان احنا ناخدها
في امتداد المنطقة الزرقاء، طلبات الدول للأجنحة، يعني اللود عمال بيكتر، ولكن إن شاء الله ربنا مقدرنا إن كل الدولة واقفة بكل أجهزتها المعنية عشان التنظيم وإخراج هذا المؤتمر بالصورة التي تليق بمصر وتليق بالجمهورية الجديدة. طيب أنا هسأل سؤال، إنه وارد جدا لما هيجي المؤتمر ونبدأ نظيف شرم الشيخ هيحصل حاجتين، أول حاجة منهم هو استباق المواطن المصري نفسه، هيسأل طب يا جماعة إحنا كدولة عملنا إيه علشان نقدر نواجه هذه التغيرات المناخية؟ يا جماعة الوزارة عملت إيه؟ الوزارات المعنية يا ترى خدتوا إجراءات ولا ما خدتوش؟ وده هيبقى أيضا جدل دائر جوه المؤتمر بقى في الورش المختلفة والاجتماعات وصالات أو قاعات الاجتماع، ومصر عملت ايه؟ عملنا ايه لحد دلوقتي يا دكتور؟ على المستوى الفني احنا عملنا كتير قوي دكتور يوسف، لو تفتكر احنا في اخر مداخله لما صدمتك بالرقم بتاع مصر انعفتها اقل من 1%، فاكر انت 0.6%؟ احنا 0.6%، ثانية هقول لك نفس الجمله اللي قلتها لك، احنا لو قررنا نقفل كل التنميه اللي عندنا مش هنأثر في الانبعاثات في العالم، ومع ذلك لما اللي انت شفته في الفيديو هو ده اللي احنا كنا حتى عرضناه في جلاسكو عشان نستضيف هذا المؤتمر، واستفدنا في منظومة التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، فكرة ان احنا نبدأ في تدوير المخلفات، المونوريل والقطار الكهربائي والنقل الجماعي والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، تقطين الترع عشان توفير المية، فكرة اعادة استخدام المياه من خلال تخلية مياه البحر، فكرة حماية الشواطئ اللي بتتعمل على الشواطئ بتاعتنا من خلال وزارة الموارد المائية والري، كل دي الحقيقة تدخلات الدولة عملتها بمشروعات قومية كبيرة. وللأسف لازم برضو أكون صادقة مع حضرتك إن التمويل الخارجي اللي ساهم في ده ما أقدرش أقول إنه كان صفر، بس كان قليل جدا أمام ما وضعته الدولة. طب إحنا النهاردة من ساعة ما أنا ما قلت لك ده لغاية النهاردة إحنا مشينا خطوات زيادة، مشينا خطوات زيادة، اتفاق باريس ما ألزمش الدول إنها تضع استراتيجية بعيدة المدى لتغير المناخ، إحنا طلعنا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إحنا كان علينا التزام من بعد جلاسكو، شأننا شأن باقي الدول إن إحنا نعمل حاجة اسمها تحديث خطة المساهمات الوطنية. المساهمات يعني كل دولة تقول أنا برفع الطموح بتاعي، بدل ما هقلل انبعاثات 10% هقللها 20%، بدل 30 هخليها 40. الخطة دي المفروض كانت تتقدم حضرتك مع أول يوم للمؤتمر بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وبمتابعة دولة رئيس الوزراء. احنا قدمنا هذه الخطة من أسبوعين وتم الثناء عليها، ليس فقط لتقديمها ولكن لأنها فيها أهداف كمية. احنا حطينا ان احنا بحلول 2030 هنخفض 33% من الانبعاثات في قطاع الكهرباء، 65% من الانبعاثات في قطاع البترول، و7% في قطاع النقل. دي بالنسبة لنا الحقيقة إجراءات صارمة جدا وأعلى الحقيقة من اللي كان متوقع، ولكن عشان أنا أكون قادر على أن أنا أقود العالم، قادر أن أنا أجبر الدول الصناعية أنها تقلل انبعاثاتها وتضع التمويل، قادر أن أنا أقود أفريقيا بمطالبها، لازم أن أنا أكون قدوة طبعا. بس فهو ده المشوار اللي احنا مشيناه، مشروعات كتيرة بننفذها على المستوى القومي وخطط طموحة جدا بنحاول ان احنا نعملها. فكرة حتى واحنا في 2022 واحنا عمالين نفكر طب الاستراتيجية والخطة، طب احنا ايه المشروعات اللي على الارض لو احنا بنقول ده مؤتمر للتنفيذ؟ فجرينا عملنا اول جزء للاولويات وهي ربط فكرة الطاقة بالغذاء بالمياه. انت النهارده في 2022 عندك مشكلة على مستوى العالم كله وهي الصح بتاع الطاقة، نمرة واحد. نمرة اثنين ارتفاع أسعار الغذاء. يبقى أعتقد أن قد يكون هناك نموذج مبتكر جمهورية مصر العربية تقدر تقدمه لما نقول إحنا هنتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة 10 جيجا، ولكن سوف نخرجه من الطاقة الجديدة والمتجددة هنزرع بيه، وجزء تاني هنستخدمه لتحلية مياه البحر عشان يبقى فيه مية أزرع بيها. فالكلام النظري اللي احنا كنا بنسمعه كبيئيين، فكرة ربط الطاقة والمياه والغذاء، كنا بنقرأ في أبحاث كتيرة ويفضلوا بقى النظريات يقولوها في المؤتمرات، احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نعملها في برنامج قومي سميناه نوفي. ونوفي فكرتها ان انت تفي بالالتزامات، ان احنا بنقول للدول افي بالالتزامات المالية بتاعتك، ونتمنى ان احنا نقدر من خلال
الدعم كل الوزارات الفنية ووزارة التعاون الدولي ان احنا نصل بتمويل نقدر نجيبه مع هذا المؤتمر، ويبقى نموذج الحقيقة جيد لآليات تمويل مبتكرة مع فكرة مبتكرة تصل لحياة الناس، لان احنا محتاجين الحقيقة حاجة تصل بالمتطلبات الإنسانية، لان فكرة تغير المناخ هي بتخبطك في كل مناحي الفنية، هي بتلخبط حياتك لو بتحصل. طيب هل 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 القطاع الخاص والقطاع الاستثماري شريك فاعل في ده؟ يعني انا دايما اقعد احلم بيوم كده لطيف ان انا اشوف المكنه بتاعت المانيا اللي احط فيها الازايز البلاستيك يطلع لي ريسيت فاوتشر بمبلغ حتى لو كان 70 سنت، مش دي القصه يعني. بحلم بنفس القصه بالنسبه للمخلفات الاكثر صلابه زي الكانز بتاعه المشروبات الغازيه، يلخ يلخ يلخ. اظن انه لازم القطاع الخاص والقطاع الاستثماري في مصر يبقى فاهم انه ده في مصلحته، يعني التدوير من ناحيه استثمار والحفاظ على المناخ والطبيعه ايضا لصالحه المباشر مش غير المباشر. حاجتين بقى كمثال نستكمل هذا الحديث اللي احنا قلناه قبل كده. احنا واحنا بنتكلم دلوقتي وبنقول مدينة شرم الشيخ هتتحول الى مدينة خضراء، حلو، في شركة قطاع خاص اتفقنا معاها من اسبوعين. جميل. هتمسك شرم الشيخ لعمل ثلاث حاجات، الفرز من المنبع، انت اوريدي شرم الشيخ الاوتيلات بتعمل فرز من المنبع، الكلام ده بيروح فين بعد كده؟ اتنين، المكان اللي بتحط فيه الازايز البلاستيك او البيبسي او حتى الكرتون بحيث ان هو يطلع لك نوع من انواع الفاوتشرز. تلاتة، التوعيه للاطفال في المدارس والمواطنين، وكمان شغالين على الاكياس البلاستيك والبدائل بتاعتها مع بدايه المؤتمر ان شاء الله في مدينه شرم الشيخ. تصفيق حاد من كده. ده احنا بنحاول نعمله عشان احنا نفسنا الحقيقه برضو، وده امل كبير وتحدي الحقيقه، تحدي لان انت انجلترا كان عندها سنتين واللي جاي بعدك عنده سنتين، انت عندك 11 شهر من تحول مدينه بكاملها من ناحيه سياسات وخطط وتدريبات. على الارض تحدي كبير، لكن نفسنا ان احنا اللي بنقوله جوه القاعه يبقى منفذ على الارض. طبعا مش عايزين يبقى حد بيقول لنا انتوا ازاي بتقولوا مؤتمر تنفيذ وعندكم بره كذا، وعشان كده بقول لك كل اجهزه الدوله شغاله. الحاجه الثانيه، القطاع الخاص دوره مهم. عايز اقول لك معلومه، من شهر ونص بالظبط كان اول قرار لمجلس الوزراء هي اول حزمه من المشروعات البيئيه اللي هتاخد مميزات قانون الاستثمار ولائحته التنفيذيه من خصم للجزء من الضرائب، خصم على المعدات، حق اندفاع 25 سنه على اربع مجالات: الطاقه الجديده والمتجدده، النقل الكهربائي، المخلفات بكافه انواعها، والمصانع اللي بتقوم بتصنيع البدائل للاكياس البلاستيكيه. ده قرار الحقيقه بيوضح قد ايه ان الدوله ليس فقط مدعمه البيئه وبتعمل مشروعات، دي بتقول للقطاع الخاص تعالى انا هديك ميزه نسبيه مش في قانون البيئه، في قانون الاستثمار، عشان تقدر ان انت تشتغل في الحاجات دي. ومن هنا بيحدث الشراكات ما بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الاجنبي في ان احنا نغير الكلام ده. فيا رب نقدر ان احنا مع الكل يبقى مؤتمر فعلا ناجح ومؤتمر تنفيذ، ونرفع الحقيقه راس مصر، ونقدر ان احنا نوري الجمهوريه الجديده فعلا وليس قول. مصانع بديله للاكياس البلاستيكيه، الاقي اكياس ورقيه؟ عندك نوعين، عندك اكياس اللي هي قابله للتحلل، ده جزء بتبقى انت عارف الكيس اللي ما بيتحللش بيقعد كام سنه؟ انت بتستخدمه 10 ثواني. قد ايه؟ 400 سنه. ما انا طول عمري بطالب بايه؟ والله العظيم بكلم كل ما بكلم كل ما بكلمك يا دكتور تقعد تحكي. اقول لك قول لي. انا دايما حضرتك زورتي اكيد مدن اوروبيه كتيره، هو احنا لما بنخش اي سوبر ماركت في اوروبا بناخد اكياس عمال على بطال بلوشي كده؟ لا، بتحط عليها فلوس. الكيس البلاستيك الواحد بجنيه استرليني، صح؟ ده في انجلترا. لا. مثلا جنيه كيس بلاستيك حقير جدا بجنيه استرليني، يعني بسعر اليومين دول يجي 25 جنيه. احنا عندنا سيدات البيوت الرائعات بتوعنا بيلموا اكياس غتاته، يعني بياخدوها هم خارجين عشان تحط فيها سندوتشات للواد وهو رايح المدرسه. لا، لازم ده ينتهي. لا، طب دكتور يوسف، طب ممكن اقول لك على حاجه بس والنبي، عشان الموضوع ده كويس ان انت فتحته، انا مش عارفه كان ليا قد ايه في المداخله، بس خليني اقول لك. لا، مش مشكله، اتفضلي اتفضلي. بص، احنا عندنا الحقيقه اربع اجراءات مهمه جدا عشان نقدر نصل ان سعر الكيس يتحط بجنيه ولا بربع جنيه ولا بنص جنيه.
كان اول حاجه كان لازم يبقى عندك ماده في القانون بتحذر من استخدام او تداول الاكياس نكائها، ان انت ما تقدرش تفرض حاجه من غير قانون، ماشي؟ لا رسم الا بقانون، او لا ضريبه الا بقانون. فبالتالي اول حاجه عملناها ان احنا طلعنا في قانون المخلفات ماده 27 حذرت من استخدام الاكياس البلاستيكيه احاديه الاستخدام. احاديه الاستخدام اللي بتستخدم مره واحده، اللي هو زي ايه بالبلدي كده، حضرتك لو واقف وانت ماشي في الشارع رحت عند اي فرن عيش بلدي هتقول له عايز 5 ترغيفه 10 ترغيفه، هيديك كيس رفيع كده شفاف، ده اللي بيتحط فيه العيش، هو ده اللي اسمه احادي الاستخدام، بتستخدمه مره واحده وترميه. احنا النهارده لما حملنا حظر ده لازم يطلع مواصفه للمصانع اللي احنا عندنا 3500 مصنع بيصنع هذه الاكياس، نقول له تخن السمك بتاع الكيس طبعا يبقى اكتر من 50 ماكرون، عشان مش هقفل المصانع دي ومش هقعد العمال في البيت. ماشي. دي اشتغلنا على الماده، اشتغلنا على المواصفه، القرار موجود على مكتب السيده وزيره التجاره والصناعه عشان المواصفات والجوده تبقى هو ده اللي اقرته، يبتدي المصنعين ان هم يتخنوا شويه كيس بلاستيك. ادي كده نص خطوه. الخطوه الثانيه ان انت نزلت حوافز عشان تعمل مصانع اصلا مش بتطلع لك الكيس وتدخن السمك بتاعه، لا دي هي المصانع دي اصلا هتنتج لك اكياس هي صديقه للبيئه، قبل الاتحال حلل اكياس ورق. وفعلا مضينا من تقريبا شهر ونص مع الجانب الامريكي، اول مصنع هيعمل انتاج لهذه الاكياس من القشر بتاع البيت. حقيقه الحاجه بقى الرابعه هي ان انت بعد ما تعمل الخطوات دي والاجراءات اللي انا بحكيها لك دي بالتدرج ده، تبتدي تقول طب خلاص بقى انا دلوقتي غيرت نظام المصانع اللي بتعمل الاكياس الرفيعه، وفي نفس الوقت اديت حوافز عشان القطاع الخاص يجي يعمل لي مصانع جديده تطلع لي نوع جديد يبقى مطابق للتكنولوجيا. نمره 3 ابتديت ان انا اوعي الناس ان انت وانت نازل خد الشنطه القماش، لان انت لو نزلت ورحت السوبر ماركت هتضطر ان انت تدفع فلوس، في الوقت ده ابتدي احط فلوس، لكن ما بقاش ما عنديش ولا مناخ داعي ولا بنيه تشريعيه ولا عندي بديل وانزل الشارع اقول للناس انت هتدفع ربع جنيه على ده. انت فاهم انا قصدي ايه؟ ما هو في منتج بيع اكياس بلاستيكيه، بيع اكياس بلاستيكيه او اعطاء الاكياس البلاستيكيه مجانا على المنتج مش محتاج قانون ان انا اقول له والله عاوز كيس بلاستيك هتدفع فلوس، يعني ده سلعه زيها زي اي سلعه. عايز كيس بلاستيك هتدفع. بس انت في الحاله دي انت عندك 3500 مصنع شغال على الاكياس دي بيبيعها، فهي في الاخر هتقف فين؟ هتقف عند المستهلك وعند السوبر ماركت. طب ما انت كده هتخلي الراجل اللي اصلا بيصنع مش هيصنع بنفس الكميات المفروض ان هو يصنع بيها، فانت في حته قفلت. انت فاهم الفكره؟ ان احنا بنحاول نقفل الدايره من اول ما بتنتج الكيس بحل وسط لغايه ما تعمل مصنع حلو، لغايه ما يروح السوبر ماركت. السوبر ماركت خلاص عارف انه مش هيبيع، ان هو لو بيع الاكياس هو هيستفيد، اللي بيستهلك عارف ان هو مش لازم ينزل ياخد كل الاكياس البلاستيكيه، هو اخره هيبقى معاه شنطتين ثلاثه قماش ولو كده هيضطر ان هو يدفع. فانا خدت الدايره كلها على بعضها. حلو جدا. يعني الى ان نلتقي في حوار اكثر استفاضه واكثر طولا، انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، نورتينا وشرفتينا وافدتينا الحقيقه بالعديد من الاجابات على علامات استفهام كتيره. كل الشكر لدكتور ياسمين فؤاد وزيره البيئه المصريه.